شكرا دكتور ياسر الطيب يونس، اختصاصي الاكتشاف العلاجي، على هذه المعلومات، وتحيات الصحة والعافية دوما لكل الناس اللي بتتابعنا من خلال صباحات سودانية، وتحيات السلامة في الشارع العام لكل سائقي المركبات، وأكيد حنتعرف على حركة السير والمرور وحالة المرور لهذا اليوم داخل ولاية الخرطوم مع نقيب نسرين يوسف إعلام الإدارة العامة للمرور ولاية الخرطوم. صباح الخير عليك وسعد صباحك. صباح النور عليكم، أهلا ومرحبا بك، وصباح الخير على الجميع ولكل المشاهدين. اليوم بداية أسبوع سعيد، ويعني لكل المتابعين بنتمنى، وفي كيف حركة المرور اليوم؟ طيب اليوم الأحد زي ما أنت ذكرتي وبداية أسبوع، نتمنى التوفيق للجميع. اليوم الحركة متابعة بشكل طبيعي الحمد لله في كل مداخل ومخارج وكباري ولاية الخرطوم. كوبري النيل الأبيض 3 مسارات بتشهد من الدرمان إلى الخرطوم، تخفيفا للضغط الحركة، لأنه أغلبية الحركة الصباحية هي داخلة من الدرمان للخرطوم، عشان كده تم تحويل المسارات 3 مسارات داخل الخرطوم ومسار واحد متجه إلى الدرمان. أيضا تم تحويل مسار كوبري النيل الأزرق لمسار واحد فقط من بحري إلى الخرطوم، يعني إذا من الخرطوم ماشي على بحري بيمشي بالمكنمير أو بيمشي بكوبري كوبر، أما النيل الأزرق فهو مسار واحد فقط. إضافة لكده الحركة في كل الشوارع هي متابعة بشكل كبير جدا، في انتشار واسع جدا لرجال المرور احتياطا واحتياجا لأي حاجة، إذا في قطعات في الكهرباء أو إذا في أي حوادث أو إذا حصلت أي أزمات مرورية من كثافة وغيره. فبنقول الحمد لله إنه الصباح بداية طيبة زي الجو الحاصل الآن، إنه أيضا بشكل عام والمرور أيضا منساب بشكل كويس. إن شاء الله دائما يكون الجو منساب وتقل الحوادث. هل في قلة في الحوادث الأيام دي؟ للأسف أنا بقول إن الحوادث زايدة بعد فتح الحظر مباشرة، إحنا زادت عندنا عدد كبير جدا من الحوادث. عايز أتكلم عن الحادث تحديدا اللي حصل يوم الخميس في شارع النيل صباحا، يكون من الساعة 6:30 لحد 7 صباحا. الحادث ممكن فقدنا فيه أرواح 3، والآن في مصابين، في ناس حالتهم خطر، وفي مصابين إصابات طفيفة. شباب يعني في النهايه الحادث كان ناتج عن السرعه الزايده جدا، سرعه كبيره جدا ما شبهها الشاب اللي كان سايق البوك، واحنا بنقول هو عمره اقل من عمره 18 عام، عمره 17 سنه، يعني اصلا هو ما كان عنده رخصه. توفى من البوكس بنات 2 كانوا موجودين في البوكس، وايضا في شخص اخر كان موجود في الشارع قاعد. يعني انا عايزه اوصل للجميع مدى انه مثلا زول يكون طلع من بيتهم وهو مزاجه رايق جدا، ومثلا ما تشرب له قهوه ما عنده حاجه اكثر من كده، يجي شخص اخر بسرعه ومطول ومثلا يعني يضربه بعربيه ويموت في المحل اللي هو موجود فيه. فيتخيل ليش تفضل للارواح عشان تهور، او عشان مثلا انه الشخص يحس انه هو بيملك حاجه او ما شبهها بسرعه او عدم وعي، بيؤدي لفقدان الارواح. هي طبعا حاجه ما مقبوله بكل اتجاه من الاتجاهات، هو الان موجود سائق المركبه نفسه، هو موجود لدى الشرطه، والاجراءات هي ماشيه ومكتمله، والحادث كان نتيجه زي ما انا ذكرت 3 وفيات. فبنتمنى نتمنى نتمنى من كل الاسر انها هي تكون مراعيه للشباب تحديدا، انه اي شاب اي شخص ما عنده رخصة، ما مكتمل 18 سنة، ما عنده رخصة نهائي، يبعد من إنه هو يسوق أي مركبة. الناس تكون حديثة على مركبات الآباء الأمهات، العربات في البيت، الولد يكون تام العمر أو البيت يكون تام العمر القانوني ويكون عنده رخصة ويكون بيعرف يسوق، والناس تديه كمان مزيد من التوعية والإرشادات، وهي مرحلة بتاعت شباب، وأكيد الناس ممكن يكون يعني بيمر بها وفيها نوع من أنواع التهور وغير من الحاجات اللي هي موجودة. نعم، نتمنى 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 يعني إن صراحة الحادث هو كان فقد كبير، وكان مثلا يعني فيه عدد من المصابين زي ما أنت ذكرت، وشباب أعمارهم متغيرة جدا، حتى هو كان صدمة بالنسبة لهم، صدمة للآخرين اللي كانوا موجودين في الطريق. فتمنياتنا يعني إنه الناس تحاول تقلل السرعة بقدر المستطاع، ودي شوارعنا، سرعتنا هي بين 60 ما أكثر من كده ل 70 ل 80، أو حسب السرعة الموجودة في الطريق، إذا كان مختلف مثلا شارع النيل السرعة بين 70 ل 80 موجودة في لافتات، غير كده أصلا السرعة داخل المدينة 60 فقط، لأن سعة الشوارع هي بتستوعب كده. فنتمنى السلامة للجميع يعني، ربنا يترحم ويغفر، نترحم وربنا يغفر لكل الموتى إن شاء الله يا رب. طيب نغيم نسرين يوسف، برضو عايز أسأل من حاجة، لأماد امتحانات شهادة الأساس برضو هل في وجود لشرطة المرور بالقرب من المدارس اللي
هي بتفتح بشكل مباشر على معلش انا كنت الشوارع. ما سمعت ما سامع كويس. قلت لك بالنسبة للإنوليامات دي امتحانات شهادة الأساس، فهل نعم برضو في وجود لشرطي المرور بالنسبة للمدارس اللي بتفتح بشكل كبير جدا على الشوارع الرئيسية وغير الفرعية ممكن برضو؟ تم تنسيق كبير جدا من بداية الامتحانات لحد الآن، هو التنسيق ده متواصل. في عدد من المدارس طبعا هي عندها تراحيل للمركبات، تم توفير وتنسيق بين المحليات وإدارات المرور، إضافة لأنه كل مدرسة هي فاتحة على طريق رئيسي، فاتحة على زلط، على شارع مثلا يكون سريع، أو شارع زلط مستفلت موجود فيه موجود فيه رجل مرور بيكون موجود الفترة الصباحية قبل الامتحان وفترة نهاية ما بعد الامتحان. وحتى في مدارس ممكن جات طلبة قالت انه احنا دايرين رجال مرور، المدارس بتكون في شوارع داخلية، لو لاحظنا في عدد من الشوارع ممكن يكون داخلية والناس اصحاب المركبات اصبحت هي زي حركة ثابتة صح. ودائمة، فبدوا يخافوا على المدارس الطالبة فيها. فاحنا بنقول الحمد لله لحد الان ما عندنا مثلا اي حادث مروري لاي طالب من الطلاب الحمد لله الممتحنين، ونتمنى لهم التوفيق يعني. ان شاء الله. شكرا لكم، نتمنى لكم برضو ان شاء الله اليوم يكون خالي تماما من الحوادث وتكون الحركة سهلة وميسرة في كل شكرا لك، الشوارع. شكرا لك كثير جدا شكرا نقيب نسرين يوسف، شكرا لك. الله.